صالح. هتشوفي بنفسك دلوقتي. الناس دي طول ما هي ايد واحده بيتحركوا مع بعض مش هنعرف نعمل معاهم حاجه. لازم نتفرم عشان نطلع من المصيبه اللي احنا فيها. بس ازاي؟ اظبط موضوع تايسون اللي مات، اروح لرفاعي برضه مات. يا رب. كده ما فيش قدامنا غير لطفي وحماد ونشأت والزفت اللي اسمه زناتي ده. يا ريتك يا بيه تعرف توقعهم في بعض، خليهم يقتلوا بعض ونخلص منهم. عشان ده يحصل لازم نعرف عنهم كل حاجه. بس ازاي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج. خير يا عم صالح؟ في حاجة ولا إيه؟ خير يا ابني إن شاء الله. هو حضرتك لسه هتقول له يا ابني؟ ما ينفعش تقول للباشا كده، يزعل. ولا إيه يا سليم بيه؟ أنا ما بقتش عارف أعمل إيه يا ست اللؤي. أنا تعبت. من الحكاية توصل لأن صلاح الطوخي يقف قدام واحد ويقول له كلمتين ويبستفه زي اي ضابط صغير بيتشد، تبقى سخيفه. ايه؟ عيل صغير ما عملش الواجب اللي عليه. بص يا ست اللواء، انا عملت اللي عليا تجاه سليم كله وساعدته بما فيه الكفايه. الدور الباقي عليه هو بقى يساعد نفسه ويساعدني، او يروح في داهيه ويسيبني. انا مفيش قدامي دلوقتي غير ان اقبض عليه واجيبه. متهم بقى، بريء، مظلوم، عفريت، جنة ازرق، المهم اجيبه، بعد كده نبقى نشوف. لا انت ايه رايك يا ست اللواء؟ انا ما عنديش حل تاني. هو ده كل اللي حصل يا عم صالح. واحنا بقى المفروض نصدق الفيلم الهندي ده حضرة الظابط؟ طب لما تحب تألف حكاية ألف حاجة تدخل الدماغ. بالراحة شوية يا هدى، مش كده؟ أنا اللي بالراحة يا عم صالح؟ وهو ما كانش بالراحة ليه؟ مسك الولد قعد يضرب فيه لحد ما طلع روحه في إيده. أنا ما ضربتش حد ولا لمست حد. وحد الله يا ابني. لا 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 الله. بص يا عم الشيخ صالح، باين عليك راجل طيب وبركة وبتاع ربنا. كلنا بتوع ربنا يا ابني، ما حدش له حاجة في نفسه. قسما بالله يا عم الشيخ صالح، اللي حكاه لك سليم بيه هو اللي حصل بالظبط. بس احنا هنعمل ايه يا عم الشيخ؟ هي خلاص عكت معانا والظلم حط علينا والدنيا اتعكت معانا، فصدقتنا جزاك الله كل الخير، ما صدقتناش برضه جزاك الله كل الخير. طيب جملت بقى، احنا خلاص اتعودنا على الظلم، هنتكل على الله نشوف طريقنا. وانت بتحط نفسك معالي في نفس الكف. طب على الأقل أنت حكايتك تدخل العقل شوية. يا ست هدى، اللي أنا بقولهولك ده عشان أنا عشرت الراجل ده. سليم بيه ده ورقة نضيفة وعمره ما عمل أي حاجة من اللي اتظلم فيها دي. هو مش اللي حكوه ده عن الست اللي كانوا عندها لقيتيه موجودة على النت؟ آه، بس ده مش معناه إن إحنا نصدقه. والخبطة اللي كانت في دماغك يا إبراهيم من الخناقة دي برضه؟ لا يا عم صالح، قال اللي ضربته لما شفتك جاي عشان توقف لنا. عبيط. نعم؟ بقول لك عبيط بقى تضرب زميلك عشان حاجة كده كده كانت هتحصل. معلش يا عم الشيخ، أنا مسامحه، ما هو لو ما عملش كده ما كانش حضرتك هتقف لنا. الله، ده أنت طلعت عبيط زيه أنت كمان. يا ابني افهم، أنا ربنا طلعني من بيتي ووداني المشوار ده
واخرني فيه عشان اعدي جنب الحته اللي انتوا فيها في الزمان والمكان ده واجيبكم معايا هنا. ولو الدنيا كلها حاولت تمنعنا ما كانتش هتقدر. سبحان الله الحمد لله. يا سليم انت خبطت زميلك عشان حاجه ربنا كاتبها لك، تبقى عبيط ولا لا؟ قوم يا ابني اتوضى. سليم قوم اتوضى وبعدين نتكلم. ملك ده شاد ساعة ما جيت وانت لولي بوزك كده عامل زي اللي غضبانه في بيت ابوه. قرفان يا تامر. فهمت انا ايه كده يعني؟ قرفان من ايه ما تنطق؟ اتخانق انا وانجي خناقه بنت 60 كلب. ايه ايه؟ وانتوا ايه يا ابني ما بتفصلوش؟ لا بس المره دي انيل. المره دي سابت البيت وراحت تقعد عند امها. وانا بصراحه مش عارف اعمل ايه. انا بقول لك يا شريك تعمل ايه وانت اللي ما بتسمعش كلامي. يا دي احلق لها ما تبقاش حمار كده. ما بقدرش يا جدع. بحبها وما بقدرش على زعلها. لا ما بقدرش على زعلها. حط امك ما انت نافع. خلاص يلبس بقى ما تقرفنيش. طبعا. انت هتحس اصلا. انت عيل بارد. تشكر يا عم مقبوله منك. اصلوا. تحب انزل معاك يعني اصالحكوا على بعض ولا اعمل ايه انا؟ لا حط امك خليك انت بره الحوار المره دي. دي اصلا لا بتطيقك ولا بتطيق سيرتك. ليه ان شاء الله؟ بتغير منك. غير مني؟ هو انت قايل لها ايه بالظبط انا علاقتنا ياه؟ يا باجي ما افهم. بتغير منك اكمني يعني بسيبها وباجي اقعد معاك. معرفش انا ليه مستحمل القرف اللي انا عايشه بسببك ده. مراتي ومش بتطيقك. ابويا ونفسه تخفى من حياتنا انت وابوك. معرفش ليه انا ماسك فيك كده. مع انك عيل تقرف والواحد اصلا يقرف ان هو يبص في خلقتك. ماشي يا عم شادي. وديك طلعت الكلمتين اللي محشورين في زورك بقالهم كتير. على الله تكون ارتحت. يا معلم انا اسف. انا مش قصدي ازعلك. عارف هذا شادي؟ انا لو زعلت من الدنيا دي كلها عمري ما بزعل منك. انت اخويا يالا. بس يعني يا انجي مراتك دي بصراحه مخاطه. يسي احنا اتغار منها. والله انا بقول لها. روق روق. ربنا يخليك ليا يا صاحبي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مش فاهمة يا إبراهيم. أنت ليه بتربط نفسك بيه؟ أنا قريت قضيتك وشايفة إن أنت اتخذت في الرجلين. والله يا أنسة هدى من ناحية اتخذنا في الرجلين فإحنا الاتنين اتخذنا في الرجلين. بس هنعمل إيه بقى؟ مفتري عليه ربنا. الافتراء ان انت تفضل ماشي رجلك على رجله لحد ما هيوديك في داهيه وانت مش ناقص. انت غلبان يا ابراهيم. والله من ناحيه الغلب يا انسه هدى سليم بده يعني راجل ابن اصول وابن ناس ومحترم وفي نفس الوقت برضه غلبان. كلنا غلابه يا ابني. امسك يا سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحلف يا سليم على المصحف إن اللي أنت حكيته لنا ده كله صحيح وحقيقي وإنك بريء من التهم اللي أنت هربان منها؟ يا شيخ صالح. هدى تحلف يا ابني؟ أحلف يا عم الشيخ والله العظيم. لا تقول بسم الله الحق الذي يحاسبنا بالحق. بسم الله العدل الذي يحاسبنا بالعدل. أحلف بالله الحق إني ما قلتش غير الحق وكل التهم اللي عليا دي أنا بريء منها. وأنا مصدقك يا ابني. أنا مش مصدقاك. هتقعدوا معانا علشان حلف؟ قالوا للحرام احلف. من خدعنا بالله انخدعنا له يا هدى. شوف يا ابني انتوا ليكوا عندي حق الضيافه 3 ايام
لو لا سمح الله اتضح انكم بتكذبوا يبقى هما التلات ايام وبس. انما لو طلعتوا صادقين ساعتها نشوف هنبقى نعمل ايه. يلا مربنا يا عم صالح، احنا ما كذبناش عليكم في ولا كلمه من اللي قلناها. اه والله يا عم الشيخ صالح، هو ده اللي حصل بالظبط اللي قاله لك سليم بيه. وانت راجل بركه وبتاع ربنا، ولو احنا بنكذب عليك اكيد قلبك هيحس. حاسس يا ابني، وعشان كده انا مصدقكم. يلا بينا يا هدى. ما تبقيش عبيطة يا هدى. أنا عبيطة يا عم صالح؟ أمال يعني قصدك إن أبوكي هو اللي عبيط والناس بتضحك عليه؟ لا العفو طبعاً، ما أقصدش أقول كده، بس بصراحة بقى الناس دول بيستغلوا طيبتك يا بنتي. هم اللي عبط وبيضحكوا على نفسهم، مفيش حد يقدر يضحك على ربنا. يعني ايه؟ ربنا يمهل ولا يهمل، واللي فرحان بغلطه النهارده بكره يندم عليه. يعني حضرتك شايف انهم كدابين؟ بالعكس. برضه هتقولي حاسس؟ الاحساس نعمه يا بنتي، والعقل برضه نعمه. وادي انت قريت اللي عملوه مع الست اللي كانوا قاعدين عندها. ايوه ممكن يكون ده حصل. والبنت الغلبانه اللي ربنا بعتهم لنجدتها في الترب لما كانوا بيهربوا، جايز يكونوا مش كدابين في ده، بس سليم في الاصل مجرم. اخص عليك يا هدى يا بنت، ده انا كنت فاكرك اذكى من كده. بقى في عقل يقول ان في مجرم مفتري يغامر بنفسه في ازمته عشان يغيط الولاية؟ مش عارفة، جايز. كل شيء جايز يا بنتي، بس الناس دول فيهم خير وظهر مرة واتنين وتلاتة، ولو كان عندهم غلط شايلينه، واجب علينا نبص على الخير اللي جواه ولا ايه؟ برضو مش عارفة. مفيش حد عارف حاجة يا بنتي، المعرفة بالله ولله وحده، وربنا ألهمني إن أقف مع الناس دول وخلاص. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أهلا وسهلا، ده البيت كله نور، ده البلد كلها نورت، ده احنا زرنا النبي. يا غاليين يا اللي من ريحة الغالي. تعيش يا ست حنان. أهلا وسهلا يا ست الكل، ابنك زينة الرجال. أنا مش عايزة أقول لحضرتك قد إيه ابنك راجل وسيد الرجالة، يا زين ما ربيتي، يا زين ما خلفتي، اللي هي ربنا يفك كربه يا رب ويردهولك سالم غانم يفرح قلبك. اللهم أمين. متشكرة أوي يا استحنان. أنا مش عايزة أقول لك لولا وقفة سليم بيه جنبي في المصيبة اللي أنا كنت فيها، أنا مش عارفة كان جرالي إيه. أهو إحنا بقى يا ست حنان جايين لك بخصوص الموضوع ده. عايزينك تصوري فيديو تحكي فيها اللي حصل مع هند، وما تخافيش هنقول ان هند كانت متجوزة مصطفى، والمشاكل اللي حصلت دي السبب فيها اهله. اصور فيديو؟ طب ما هو ده انا اتصورت صوت البطاقة بالعافية، وبعدين انا اخاف اتصور يعني اقول كلام يعمل لي مشاكل مع الحكومة وسليم بيه هربان. ما تخافيش يا ست حنان، الموضوع بسيط قوي، وبعدين ما فيهوش اي حاجة قانونية هترجع عليكي. وحتى لو في مشاكل يا بيه انا ما بخافش، خير سليم بيه مغرقني، بس انا يعني خايفه التصوير دوت يعني يعمل مشكله لبنتي، ده ربنا سترها، افضحها انا بايديا. على فكره لو على وش حضرتك احنا ممكن نعمل شويه حاجات بالكمبيوتر كده مش هيكون باين خالص. ممكن كمان ما تقوليش اسامي لو تحبي. هاي قلتي ايه؟ ماشي اللي تشوفوه، طالما ده في مصلحه سليم بيه خلاص اعمله. كتر خيرك يا ست الحلال. خلص اتفقنا. شكرين قوي يا ست حنان. الو ايه سلمى، طمنيني عملتوا ايه؟ هايل، يعني الفيديو معاكي؟ طب تمام، على ما ترجعوا انتوا هكون ظبطت الدنيا. ماشي يا حبيبتي، باي باي. صباح الخير يا نسا فريد. صباح النور.
صباح الخير. صباح الفل. ايه النور والحلاوة دي يا شيخ صالح؟ ازيك يا سليم؟ ازيك عم صالح؟ اظن نمتوا واستريحتوا، وانا الاوان بقى نتكلم في الجد وصريحكم زي ما صرحتوني. يا صلاح بيه، انت مش عايز تصدقني ليه؟ انا فعلا ما اعرفش مكان سليم. لا انا المرة دي مصدقك. مصيرك تعرفي ان سليم الانصاري في الاخر مش هيلاقي ملجأ غيرك انت. وانت تفتكر ان انا لو عرفت مكانه هبلغك؟ لا انا مش متفائل قوي للدرجة دي، بس بتمنى يعني انه لو اتصل بيكي او اتصلت بيه تبي تبلغي رسالتي الاخيره. طالما الرساله اللي فاتت ما عجبتهوش بلغيه ان صلاح الطوخي مش هيسيبه. انا ارحم من غيري بكتير قوي. الوزراء قلب عليه الدنيا وهيجيبوه هيجيبوه، ولو وقع في ايد حد غيري هيضيع. انا ارحم من غيري. انا اذنك. انا اساسا من الاسماعيليه، جينا هنا ايام التهجير، خدت دبلوم معلمين وتعينت مدرس في البلد. بعد الحرب ما خلصت مرضتش ارجع مع اهلي. ليه بس يا عم الشيخ صالح؟ ده حتى اسماعيليه جميله وجواها حلو. كنت شفت مشيره حبيتها وتعلقت بيها، قلت اقعد على امل ان اتجوزها. واتجوزتها يا عم صالح؟ وعشنا مع بعض 15 سنه من غير خلفه لحد ربك ما رزقنا بهدى. ما شاء الله، ربنا يخليها لك. بس ربنا زي ما بيدي بياخد. مشيرة زاد عليها المرض بعد الولادة، اتوفت ودفناها جنبنا هنا وسابتني بطولي مع هدى. وما رجعتش ليها مصالح على الأقل تلاقي حد يساعدك في تربيتها؟ واسيب مشيرة لوحدها؟ المهم ربنا قواني على تربية هدى، وفضلت اترقى لحد ما بقيت ناظر المدرسه. اهل البلد كانوا يحبوني لدرجه ان بأم بيهم في كل صلاه وبخطف فيهم كل جمعه. امال ما خدتناش نصلي في الجامع ليه؟ ما انت الامام بتاعه. ما هو من كام سنه كده ابتدوا الناس يتلموا حوالين عطيه. مين عطيه يا حاج؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. عطيه عزام ده كان اخيب طالب عندي في المدرسه. ياما شديت عليه عشان ينصلح حاله، مفيش فايده. كان عيل شقي من صغره، يعمل مشاكل مع الصغير والكبير. وابوه عزام العدوي كان اكبر تاجر اثار في البلد. أثار إيه؟ والحكومة فين اللي هو معروف قوي كده؟ الحكومة سقطتنا من حساباتها من زمان يا ابني، وكأننا في دولة تانية. لو مؤاخذة يا عم الشيخ صالح، هو عطية ده عمل معاك إيه بالظبط؟ من كام سنة سمعنا إن ربنا هداه وتلم على شوية مشايخ في بلد جنبنا له أخت متجوزة فيها، وبعدين رجع لنا بهيئة جديدة وشكل جديد وسمى نفسه أبو مصعب. وبعدين لقيته طلع المنبر وبدأ يخطب في الناس ويهديهم لطريق ربنا. قلت له لا، عاوز تتكلم اتكلم براحتك بس مش على المنبر. فضل يحاربني لحد ما منعني من طلوع المنبر، وبعدين منعني من دخول الجامع خالص. يعني ايه منعك من دخول الجامع؟ هو بيت اهله؟ ما منعنيش عافية، ووصل الناس انها تبقى كارهة ان اقرب من الجامع. يا ساتر يا رب، معقولة؟ شوية يقول لهم ده مجدف، وشوية يقول لهم شيعي، ومرة درويش. ده أنا عملت فصل تقوية للولاد هنا بالمجان، فضل ورا أهاليهم يخوفهم مني لحد ما منعوا العيال تيجي البيت. طب مش فاهم الناس دي بتصدقوا إزاي؟ الجهل والفقر بيخلوا البني آدم يصدق أي حاجة، خصوصاً لو الحاجة دي مرتبطة بالأكل والشرب. وهو عطية وراه فلوس أبوه وفلوس مشايخه. يعني الناس ماشية وراه كده زي البهايم من غير ما يفكروا؟ الناس يا ابني مش عايزة اللي يقول لها طريق ربنا سهل،
عاوزين اللي يسودها في وشهم عشان لما يقربوا من ربنا يحسوا انهم عملوا حاجة صعبة وكبيرة. أحول الله يا رب. طب وانت حاج ما سبت لهمش الجمل بما حمل ورحت عشت في اسماعيليه ليه؟ واسيب عطية وابوه ينفذوا اللي في دماغهم؟ هو ايه موضوع ابوه ده يا عم صالح؟ عزام العدوي مستني ان انا امشي من هنا عشان يحفر تحت البيت ويدور على اثار. اثار؟ يعني هو لسه بيشتغل في الاثار رغم ان ابنه استشيخ؟ واكتر من الاول، لان مولانا الشيخ عطيه اصدر له فتوى ان تجاره الاثار حلال، وكل البلد بتشتغل معاه حتى اللي كانوا رافضين زمان. ولما حطان البيت اتشرخت جات لهم على الطبطاب منعوا اي عامل يجي يشتغل في البيت عندي، وانا راجل كبير زي ما انتوا شايفين ما اقدرش على الشغلانه لوحدي، عشان كده جبتكم معايا هنا. احنا عنينا ليك والله يا شيخ صالح. بس عم صالح احنا مالناش شغل المعمار، ما انت عرفت الليله واللي فيها. يا ابني ايد على ايد نقدر نعمل حاجه، وايد ربنا فوق الكل. انا ما بقولش ان دي قصاد دي، حاشا لله، انتوا ضيوفي سواء ساعدتوني او ما ساعدتونيش. يا عم صالح احنا معاك في اي حاجه، بس في مشوار لازم اعمله الاول. مشوار ايه تاني يا سليم بيه؟ احنا ما صدقنا كاننا شويه. عشان كده كل الناس بتفكر زيك دلوقتي ان انا مش هعرف اتحرك. ده احسن وقت اتحرك فيه. وهتتحرك على فين بس يا ابني؟ اقول لك. يا سلام، هو ده الموضوع اللي قلقك قوي كده ومخليك تجي لي المعرض بالنهار؟ ده انت عمرك ما عملتها يا بغل. انت كده على طول ظالمني يا حاج. طب لعلمك بقى، بغض النظر يعني عن اي مواضيع ولا اي حاجه، انا كنت والله العظيم هعدي عليك من نفسي عشان كنت وحشت. ولا شوف الساعه دول تعملهم على امك مش عليا انا. لغايه دلوقتي انت برضو مش عايز تقدر ساعه ابوك. بعدين وحشك ايه؟ احنا عايشين في بيت واحد مع بعض. ايه يا حاج، ما انت مش واخد بالك، احنا الفتره اللي فاتت دي مواعيدنا مش راكبه مع بعض خالص. تامر اتلم، بطل صياعك في اللي حصل. طب يا حاج، يعني انا بعد اللي حكيته لك انت ازاي مستهيف الموضوع كده؟ عشان هو اساسا الموضوع تافه. ايه يعني حماد مش عايز ابنه يعرفك؟ عنه ما عرفك يا اخي. المهم بيني وبينك بقى، الراجل عنده حق، لان انت معرفتك تشبه ما تشرفش. حاج والنبي سيبك من كيفك في تهزيق في الراحه والجايه ده، وخلينا في المهم. انت عارف ان شاري ده صاحبي الوحيد، وكمان عم حماد ده عشره عمرك وعارف كل بلاوينا. ايه اللي يخليه يقلب علينا فجاه كده؟ زي ما حماد عارف كل بلاوينا، احنا كمان عارفين كل بلاويه. تشغلش بالك انت. تشغلش بالي ازاي بس يا حاج؟ انا عايز اعرف دماغه فيها ايه. ولا فيها حاجه، وبس قلبه خفيف شويه وبيركب الهوا بسرعه. تلاقي هروب سليم الانصاري ده قاله حبتين بس. يعني هو قاله لوحده يا حاج؟ الصراحه لا، قلقان انا كمان. بس هيروح فين؟ بس يروح. بص يا تامر، الحاجه الوحيده اللي انا عايزك تتاكد منها ان لا سليم الانصاري ولا حماد ولا الجن الازرق يقدر يلمس شعرايا منك طول ما انا عايش. بعدين يا ابني، يا ابني هو انت متخيل ان انا ما كنتش شاب صغير يعني كده وكنت خاربها؟ لا، ده انا كنت خاربها اكتر منك. بس بالعقل، لم نفسك، بلاش غشوميه. تعالى يا اخي شوف اكل عيشك. اكل عيشك ده اللي هيبقى كله في ايدك لما انا اموت. ده الشر عليك يا حاج، ما تقولش كده. ربنا يديك الصحه. انا عارف يا حاج ان انا تعبتك معاك كتير، حقك عليا. بس يعني موضوع المعرض والشغل ده احنا اتكلمنا فيه ياما، خلينا كده احسن. كان على الغشوميه ما تقلقش، عشان انا اتعلمت من اللي حصل. يا ريت تبقى اتعلمت. انت كمان على الله بقى، ماشي؟ مش عايز مني حاجه؟ لا يا حبيبي متشكر. مش عايز فلوس ولا ها؟ عايز فلوس منك كده؟ لا مستور. اه طيب خد، استنى خد. تبقاش تقول لامك ان انا اديتك. حبيبي يا حاج، السلام عليكم. يلا. خد بالك من نفسك يا تامر. حاضر يا حاج. ربنا يسترها علينا وعلى الجميع يا رب. ده كل اللي حصل بيني وبينه. يا جماعه صلاح بيت اخويا ده انا عارفه كويس. وجو الحنيه اللي هو عامله ده مش داخل عليا خالص. وبعدين هو حقاني صحيح، بس ما يعرفش ابوه في الشغل.
والدنيا مقلوبة عليه بسبب إنه مش عارف يجيب سليم. والعمل إيه بس يا ابني؟ والله في رأيي أفتكر إن إحنا المفروض نكمل في اللي إحنا ماشيين فيه. على الأقل نعدل الدفة شوية. عارفين ممكن نعمل إيه كمان؟ إيه؟ نجيب البنت اللي سليم أنقذها من الاغتصاب في المقابر ونعمل لها فيديو مع الفيديو بتاع حنان. دي هنجيبها منين دي؟ لا ما تقلقيش، أنا عارف أتصرف في الموضوع ده كويس. تفتكر يا إبراهيم سليم سابك وهرب بعد ما عرف إن أنا كشفتكوا؟ إزاي بس يا أنسة هدى؟ هو لو نيته يهرب كان هياخد معاه الشيخ صالح. ليه لأ؟ ممكن يكون خد معاه الشيخ صالح علشان يهربه من الكمين، عشان أبويا عارف الطرق هنا كويس، وبعد كده هيسيبه ويهرب، ما هو ظابط. لو مؤاخذة يعني في دي الكلمة يا أنسة هدى، هو أنت ليه مش طايقة سليم بيه وقرشة ملحته كده؟ عشان ظابط يا إبراهيم، وأنا ما بحبش الظباط، بالذات لو جبابرة زي صاحبك. طب يعني هو أنت ليه مش مصدقاه؟ رغم إن والدك الشيخ صالح مصدقه. والدي راجل طيب قوي، بيحب الناس، كل الناس يا إبراهيم، وياما حصل له مشاكل بسبب تبته دي. طب وانت ليه ما طلعتيش زي والدك؟ عشان أنا شفت المشاكل اللي حصلت له من الناس بسبب تبته. يعني انت لسه مش مصدقة سليم بيه لحد دلوقتي؟ معرفش، ممكن يكون اللي قاله ده حصل فعلا، بس هو زي كل الضباط، ممكن يكون لامم نفسه عشان المصيبة اللي هو فيها دلوقتي، إنما صدقني أول ما يخرج منها هيرجع أنيل من الأول. اللي صحيح هو أنت عرفتينا إزاي؟ من الفيسبوك، أصل أنا متابعة قصة زيادة الله يرحمه من الأول. الله يقطع الفيسبوك وسنينه، والله ما مودي الناس في ده غير الفيسبوك واللابتوب والبلاوي السودا دي. إيه اللي أنت بتقوله ده يا إبراهيم؟ ده بيجيب لك الدنيا كلها وأنت قاعد بتعرف كل حاجة بتحصل وانت قاعد في مكانك، سياسة، فن، طبخ، كل حاجة. ايه يعني ده قناة أخبار يعني ولا جراب الحاوي؟ تقدر تقول كده. بص أخبارين. في ايه؟ في ايه يا إبراهيم؟ لا إله إلا الله، حاجة تقطع القلب. أنا مش عارفة آخرة النيلة الإرهاب ده إيه. حبيبي يا شرف، وحشتني يا سليم. انت كمان وحشتني قوي. طمني عليك، انت كويس؟ الحمد لله عايش. وحد الله يا ابراهيم، ده مات شهيد يا راجل، هو في حد طايل؟ ادعي له بالرحمه. مسكينه نور اختي، ترى عامله ايه دلوقتي؟ احنا كنا خلاص هيخلص جيش ونجوزهم ونفرح، بس الزهر بقى مكتوب علينا الحزن. مش هينفع اللي انت بتقوله ده، ده ابتلاء من ربنا ليها. خطيبها مات شهيد وانت في نفس الوقت بعيد عنها، ودلوقتي معاها ربنا اللي احسن من الكل. رايح فين يا إبراهيم؟ رايح فين يا إبراهيم؟ انت رحت فين؟ هحكي لك على كل حاجه بعدين. المهم دلوقتي عايز منك حاجه ضروري. قول لي. انا عايز تليفون زياد. تليفون زياد مقفول، وطول ما تليفونه مقفول ما نقدرش نعرف مكانه فين. عارف، بس هيتفتح قريب. ازاي؟ دي بقى شغلتي، بس اول ما يتفتح عايزك تعرفي لي مكانه فين وتبلغيني على طول. وانا هبلغك ازاي؟ هبقول لك تكلميني على اي نمره. حاضر. انت كويس يا سليم؟ والله يا فريد انا نسيت الكويس ده عامل ازاي، عشان كده مش عارف انا كويس ولا لا، بس كل اللي اعرفه ان انا مش هينفع افضل كده، لازم الاقي حل بسرعه.
احنا كلنا مساكتين وان شاء الله باذن الله ربنا هيظهر الحقيقه قريب. انا بس مش عارفه اعمل ايه مع اللي اسمه صلاح ده. ما تعمليش، انا اللي هعمل. سليم انت ناوي على ايه؟ ما تخافيش يا فريده، مش ناوي على حاجه. المهم دلوقتي طمنيني، امي وسلمى عاملين ايه؟ كويسين يا حبيبي الحمد لله. اطمن. اطمن. انت مش عارفه قد ايه وحشوني. اسمعيني بقى كويس، لازم امشي. تمشي؟ هو انت لحقت تقعد؟ معلش يا فريده، احاول اجيلك تاني قريب. امي دلوقتي ركزي معايا عشان تعرفي لو حصل حاجه توصلي لي ازاي وتكلميني على ايه. وبعدين بقى شادي الشغل العيال بتاعك ده؟ والله لو حركات العيال دي اللي هتخليكي تنزلي وتشوفيني انا مستعد اعملها لك على طول. قلت لك اعصابي تعبانه، رحت اقعد عند ماما كام يوم، رحت انت برضه جاي لي في اول يوم. اعمل ايه يا انجي؟ وحشتيني. يا سلام. والله العظيم وحشتيني. من ساعة ما نزلت من البيت وانت وحشاني. لو وحشتك بجد ما كنتش هتزعلني. مش هتخليني اسيب البيت وامشي. حقك عليا. والله ما زعلك تاني قوي. انت كل مره بتقول نفس الحاجه وترجع زعلني برضه. لا المره دي انا جايب معايا دليل. ايه رايك بقى؟ مصدقين؟ هحاول اصدقك. بس عارف لو زعلتني تاني هعمل فيك ايه؟ مش هيحصل. ها تحب بقى نروح نسهر في حته ولا نروح على طول؟ الامر ده بس. يا اخويا ما تروق كده، هو في ايه ده كله؟ وبعدين ما هو المحامي بردك عنده حق، ما يهرب ولا غرفة 60 داهية، هو يعني كان بإيده إيه يعمله؟ ما تبقيش غشيمة يا صفاء وقال الكلام، المحامي ده واحد من البهوات زيه زي حماد ولطفي، يعني ما يهموش غير نفسه. ولو عليه ولا طايقني ولا طايق سيرتي حتى، تلاقيه كمان صعبان عليه نفسه، إن الدنيا جبرته إنه يتعامل مع واحد زيي. ليه يعني يا أخويا؟ ده أنت سيد الناس كلها. ده عندك أنت بس يا صفاء. لكن الناس دي زيها زي سليم الأنصاري. لو طاروا يخلصوا مني هيخلصوا مني في ساعتها. دولاش بس انا ماسكهم من رقبتهم بالفيديو اللي على تليفون الواد. خلاص شايل الهم ليه بقى؟ اللي مش شايل الهم هو سليم. ظابط وعامل زي القطط بسبع ارواح. وكل ما افتكر ان انا قاعد كده ومعرفش هو بيدبر لي ابقى هتجنن. يا اخويا ومين عارف؟ مش يمكن وهو عمال يتنطط يمين وشمال كده تجيله مصيبه تاخده، ولا حتى ربنا ياخد اجله وخلصنا منه. سلامة صفصف. كأنك دخلت جوه دماغي يا بنت وعرفت انا بفكر في ايه. فعلا الموضوع ده تمام، وان سليم يقابل وجه كريم. وده بقى ان شاء الله هنعمله ازاي؟ هنفضل ندعي عليه لغايه لما ربنا ياخده ويموت؟ احنا لازلنا دعاء لا بيحل ولا بيربط يا صفصف، بس سليم لازم يموت عشان نشم نفسنا ونرتاح من الهم ده. يوه وهيموت ازاي بس فهمني؟ هيكون اغلى من اللي راحه، يعني هيبقى اغلى من الرفاعي. أنا كده كده شايل دم. لا يا زنيتي بقى، لحد كده بقى يا أخويا وكفاية، كفاية قوي. مش كفاية، لسه فاضل تكة. سليم يموت ويبقى جم بفورة. بس المهم دلوقتي ألاقيه إزاي؟ مين هيدلني عليه؟ زغرتي يا ام فوزية، البنت ما طلعتش ليا، خلوا امك تزغرت ياكلوا بالي، البنت مش مكتوبه لي. ايه شغل المسحرات اللي انت عامله ده؟ الله، ما بالمره بقى زغرتي يا ام زلطه بالمره، ابنك كان في جره وطلع بره، خش يا ظبط لي شيشه. ولا انت ما يجيش من وراك خير؟ ولو كان في خير كانوا ربطوا الكوبايه في الكولدير. اوعى يا معلم اوعى. ماشي. يعني ايه مشي؟ وازاي تسيبيه يمشي؟ كنت اعمل له ايه؟ اكتفه واضربه ولا اعلقه زي ما بتعلقوا الناس في الاقسام؟ لا يا بنتي، بس كنت حاولت تتكلمي معاه وتقعديه. حاولت والله وما عرفتش. وبصراحه يعني الراجل عنده حق، دي اخته. انا لازم اتحرك دلوقتي حالا. على فين بس يا ابني؟ يا عم صالح لو ابراهيم اتمسك في كمين اعرفه مكاني، ولو جم على هنا كلنا نروح في 60 داهيه. يا ابني اهدى كده وخلينا نفكر بالراحة. مفيهاش تفكير خلاص.
مستنيين مين دلوقتي؟ مفيش حد. ده جايز يكون إبراهيم معرفش يتصرف ورجع تاني. تعالى تعالى لازم تتدارى قوم. ازيك يا حضرة الناظر؟ بلغني ان انت جبت 2 أغراب اشتغلوا عندك في بيتك.